جمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA هي منظمة غير ربحية أو سياسية أو دينية، تم تأسيسها عام 2007 وهي تابعة للاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة IPSF الذي يعد الاتحاد الأم لجميع جمعيات طلاب الصيدلة. تهتم الجمعية بالمجتمع وتنمية جوانب الطالب من خلال المؤتمرات والنشاطات على مدار السنة، والتي تحتوي على عدة أقسام منها الصحة العامة. يعنى هذا الفريق بالنشاطات المتعلقة بالتوعية حول الأمراض والمشاكل الصحية العالمية، ويعمل أعضاء الفريق للوصول لأكبر عدد من أفراد المجتمع من خلال نشر النشاطات في الجامعات والأماكن العامة. ومن أهم النشاطات السنوية له حملة التوعية بسرطان الثدي، حملة التوعية بمرض السكري، ونشاط اسأل الصيدلاني وغيرها الكثير. كما يهدف الفريق لزيادة الوعي المجتمعي بالمشاكل الصحية، خطورتها وكيفية التعامل معها. تطوير المهارات، وهي نشاطات خاصة بالتنمية البشرية من خلال نشاطات لا منهجية تعقد بهدف تنمية شخصية الطلبة والمهارات الحياتية والعلمية لديهم، كالقيادة، تنظيم الوقت، مهارات البحث العلمي، والعديد من المهارات الأخرى. النشاطات الإنسانية، تشمل هذه النشاطات تنظيم زيارات لدور الأيتام ودور المسنين، والإفطارات الرمضانية، ومشروع بنك الملابس. كما ينظم الفريق أيضاً زيارات لمراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى حملة سامز ميشن، والتي يشارك من خلالها أعضاء الجمعية في مساعدة الأطباء في المخيمات والمستشفيات. ويهدف الفريق إلى تنمية روح الانتماء للمجتمع ومساعدة الآخرين. برنامج التبادل الثقافي يوفر للطلبة فرص منح تدريبية في مختلف قطاعات الصيدلة كالأبحاث أو المستشفيات أو صيدليات المجتمع، وفي عدة بلدان على مرحلتين، مرحلة التبادل في الشتاء وأخرى في الصيف، ولفترة تمتد من أسبوعين إلى شهرين. فريق النشاطات الترفيهية يهدف إلى تعريف الأعضاء بعضهم البعض وكسر الحواجز وتقوية العلاقات فيما بينهم. من أهم نشاطاتهم نشاط الترحيب بالأعضاء الجدد، الرحلات السنوية، نشاط قيادة الدراجات، واليوم الرياضي. تقيم جمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA مؤتمر صيدلاني وطني من كل عام، والذي كان هذا العام تحت عنوان إطلاق الفرص، يضم مجموعة من الفعاليات الأساسية ومنها تدريب القادة وورشات عمل بهدف تعزيز دور الصيدلاني في المجتمع وتطوير طاقات الطلبة المشاركين، وذلك من خلال التنوع في مواضيع الجلسات، والتي شملت مسابقة علمية وجلسات حوارية وبرنامج تطوير المهارات الشخصية عامة، مما سيعمل بالضرورة على شحن طاقاتهم وهممهم وتجهيزهم بكل ما يحتاجونه للوقوف في وجه التحديات التي قد تواجههم في سوق العمل مستقبلاً.